هتبتدي المباراة. الكرة مع السقة. أوبا. والجول الأول للسقة. هلا هلا حرفانيلا. يلا كابتن عابد. برافو. على فكرة لازم نخبركم إنه الاثنين بيلعبوا كتير كورة منيح. برافو. بالراحة. أحلى حاجة إنه ما فيش أوت بهيدا. الجول الثاني للسقة وبكل برود الأعصاب والنتيجة 2-0 لكابتن أحمد السقة. عابد عم بقرب. الله عليك يا سقة يا حبيب والديك. الله عليك. 3-0 للسقة وإن شاء الله عابد يحط ثلاثية نظيفة لأنه هلا هي ثلاثية نظيفة فيه. يراود ويحاور دفاعات السقة مقفولة. هنبدل الجول. ابتدى الشوط الثاني برأسية. والسقة هو والجول. الله عليك 4-0. الله يا سقة. الله هيستغل اللي بسرعة. هل سيسدد عابد فهد ايه على كريستيانو بالورا؟ لا 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 السقة محقق. معلش خلي. الهدف ده هو لحفظ ماء الوجه ولكن هلا هيستشيط غيظاً السقة وهيروح ضارب 3 جوار ورا بعض. خش يا سقة. يلا يا عابد. الكورنر. لا واضح انه وجه الجول هيدا حلو عليك عابد. صرنا 4-2. برافو الخطة يا عابد. شاطر. 3-2. لا 2-4 لهلا. يا 4. والله انا عم بعد. باقي 20 ثانية على وقت اللقاء. ليك برافو عليك. يلا عابد كلياتنا محمسين. 16 ثانية عابد. التعادل هيعطيك فرصة للجول الذهبي. العب يا سقة. العب. وانتهي اللقاء بخمس جوال مقابل 2 لعابد فهد. وهيك بيحصل السقة على النقطة الأولى ببداية لقائنا بحلقتنا اليوم مع النجم.